بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي الطلبة، اليوم نستكمل محاضرتنا السابقة. طبعا هي محاضرة مترابطة بها عدة جوانب كونها تتعلق بمعادلة برنولي في المائع الحقيقي. ندخل في بعض الفقرات المهمة في معادلة برنولي في المائع الحقيقي. أكرر، المائع الحقيقي الريال فلود، اللي هو التوتال انيرجي لاين، اللي هو نسميه خط الطاقة الكلي في معادلة برنولي، وكيفية تحديد هذا الخط على كل مسألة رياضية. التوتال انيرجي لاين نرمز له عادة بالـ TEL، Total Energy Line، أو بهذا الرمز اللي هو TEL مع خط منقط يمثل هذا الخط اللي هو خط الطاقة الكلي. طبعا هو خط يمثل مجموع الثلاث طاقات في معادلة برنولي، وإحنا اتفقنا في وقت سابق أنه الطاقات الثلاثة المكونة لمعادلة برنولي هي طاقة الضغط اللي هي P over gamma، وطاقة السرعة اللي هي V تربيع على 2G، وطاقة الوضع اللي هي Z اللي هي طاقة الارتفاع. هذه ال V سكوير على 2G هذه نسميها الطاقة الحركية اللي هي الكاينتيك انرجي، وعندي ال P over gamma وال ال P over gamma plus Z هذه نسميها الستاتيك هيد اللي هي الطاقة الساكنة. فعندي كاينتيك انرجي وعندي الستاتيك انرجي او الستاتيك هيد اللي هي جايه مثل ما قلت لكم بي اوفر جاما بلس زد، وعندي الكاينتيك انرجي هي في تربيع على 2G. يعني عندي ماكو في حاله وجود الجريان معناتها هاي الفي تربيع على 2G موجوده، وفي حاله السكون هاي الفي تربيع على 2G ما موجوده، يعني الكاينتيك انرجي ما موجوده في حاله السكون. عندي التوتال انرجي لاين مثل ما قلت لكم هو خط يمثل مجموع الثلاث طاقات في معادلة برنولي، ومقاس طبعا هذا الخط من الداتم لاين اللي هو نسميه خط المقارنة، ويكون هذا الخط أفقي، يعني بشكل أفقي يميل بزاوية صفر عن المستوى الأفقي في حالة عدم وجود لوسز أو عدم وجود فواقد. هاي ملاحظة مهمة. نعتبر الفلو دائما ايديال، يعني في كل مسائل الأنابيب نعتبر الفلو أو الجريان هو ايديال مثالي، إلا إذا ذكر وجود لوسز أو فواقد. من يذكر لك وجود لوسز أو فواقد معناته الجريان هو ريال فلود، يعني هاي تلغي الايديال فلود فيحل محلها الريال فلود لأنه موجود لوسز. خط الطاقة الكلي، إذا نجي نوضح خط الطاقة على هذا الشكل أو هذا الشكل، نفس الشيء مع وجود اختلافات بسيطة بين الشكلين. هذا الشكل هو لأنبوب ذو قطر ثابت من البداية وحتى النهاية. عندي هذا الداتم لاين، هذا الداتم لاين. أجي على مقطع واحد، شوف هذا الزت 1، طاقة الارتفاع هي الزت 1 مقاسة من الداتم لاين إلى النقطة المراد قياس الطاقة فيها اللي هي عادة موجودة في السنتر لاين مال الأنبوب. من هاي النقطة واحد إلى مقدار معين عندي هاي طاقة الضغط، طاقة الضغط اللي موجودة في هذه النقطة. قلنا في حالة وجود الجريان عندي الكاينتيك انرجي أيضا تكمل ما بعد طاقة الضغط اللي هي طاقة السرعة. الكاينتيك انرجي هاي هي طاقة السرعة. بهالحالة راح يصير عندي الثلاث طاقات هاي، طاقة الوضع وطاقة الضغط وطاقة السرعة، من الداتم لاين إلى التوتال انرجي لاين. هذه نسميه خط الطاقة الكلي اللي هو مكون للثلاث طاقات لمعادلة برنولي، طاقة الوضع طاقة الضغط وطاقة السرعة. أجي على مقطع اثنين، نفس الكلام عند مقطع اثنين عند طاقة الوضع طاقة الضغط وطاقة السرعة. قلنا انه خط الطاقة الكلي توتال انرجي لاين يبقى بصورة افقية في حالة عدم وجود لوسز. من يصير عندي لوسز لا، الخط هذا ما راح يصير بشكل افقي، راح يتغير ميل هذا الخط، وراح ناخذ امثلة على هذا هاي الملاحظة. نجي على هذا الشكل الثاني.
ايضا عندي الداتا لاين، عندي هذا انبوب، لكن القطر في مقطع واحد يختلف عن القطر في مقطع اثنين، وبالتالي عندي طاقة الوضع هي Z1، طاقة الوضع هي Z1 شوف إلى نقطة واحد. عندي طاقة الضغط، هاي طاقة الضغط، وعندي طاقة السرعة مكملة إلى التوتال انيرجي لاين. إذا أجي على مقطع اثنين شوف، عندي طاقة الوضع أكبر بمقطع اثنين أكبر من طاقة الوضع بمقطع واحد. ليش؟ لأنه الأنبوب متغير القطر في مقطع اثنين، يعني القطر في مقطع اثنين أكبر من القطر في مقطع واحد. وعندي طاقة الضغط في هذا المكان، وعندي طاقة السرعة في هذا المكان. شوف، طاقة الضغط في مقطع واحد هي أقل من طاقة الضغط، المفروض طبعا هي أقل من طاقة الضغط في مقطع اثنين. ليش؟ لأنه السرعة بواحد هي أكبر من السرعة باثنين، وبالتالي طاقة السرعة بمقطع واحد هي أكبر من طاقة السرعة بمقطع اثنين. يعني خلاصة لهذا الكلام أنه في مقطع واحد لأنه القطر صغير راح يصير عندي سرعة عالية، وبالتالي يصير عندي طاقة السرعة عالية وطاقة الضغط قليلة. من راح يعوض هذا الفرق بالسرعة والضغط؟ راح يعوض مقطع اثنين، راح يكون عندي السرعة قليلة وبالتالي الضغط عالي وطاقة السرعة قليلة. يعني واحد عكس الثاني، مقطع واحد طاقة السرعة كبيرة لأنه السرعة عالية، مقطع اثنين طاقة السرعة صغيرة أو قليلة لأنه السرعة قليلة. الضغط طبعا هو عكس السرعة، شوف المفروض الضغط بواحد هو أقل من الضغط باثنين. خلاصة لهذا الكلام، في حالة أن مقطع الأنبوب يزيد فإن السرعة تقل، وبما أن التوتال انيرجي لاين أفقي فإن الهيدروليك جريد لاين يزيد تدريجيا. هذا يحكي عن الهيدروليك جريد لاين. نجي نوضح الهيدروليك جريد لاين اللي هو نسميه خط الانحدار الهيدروليكي. خط الانحدار الهيدروليكي نرمز له بالرمز HGL أو بهذا الشكل أيضا HGL، وخط منقط كما هو الحال بالنسبة للتوتال انيرجي لاين. هو عبارة عن خط يمثل الـ P over gamma plus Z اللي هي نسميها الـ static head. يعني خط الهيدروليك جريد لاين يمثل لي فقط طاقة الضغط وطاقة الوضع، بينما التوتال انيرجي لاين لا، يمثل لي ثلاث طاقات. يعني التوتال انيرجي لاين يساوي الهيدروليك جريد لاين مضافة له شنو؟ شحنة السرعة. شحنة السرعة، وبالتالي انه الهيدروليك جريد لاين يبعد بمقدار في تربيع على 2 جي من اللي هي الدايناميك هيد من التوتال انيرجي لاين. يعني الفرق، مخلص الكلام، الفرق ما بين التوتال انيرجي لاين والهيدروليك جريد لاين هو طاقة السرعة أو الكاينتيك انيرجي أو نسميها عادة الدايناميك هيد. تعريف آخر للهيدروليك جريد لاين هو الخط الذي يمر بالأماكن التي عندها الضغط يساوي صفر، الإيماجينري فري سيرفس، الأماكن اللي عندها الضغط يساوي صفر. هذا بالنسبة للهيدروليك جريد لاين. شوف الزد شحنة الارتفاع زائد شحنة الضغط ينطيني الهيدروليك جريد لاين، هذا الهيدروليك جريد لاين. والهيدروليك جريد لاين طبعا هو مو بالضرورة يكون أفقي، مو بالضرورة يكون أفقي. يعني احنا حكينا عن التوتال انيرجي لاين قلنا يصير أفقي في حالة الايديال فلود، بينما الهيدروليك جريد لاين لا، مو بالضرورة يكون أفقي في حالة الايديال فلود أو حتى في حالة الريال فلود. شوف هذا المثال في الأنبوب اللي متغير بالقطر، شوف الهيدروليك جريد لاين لأنه الضغط هنا قليل وبالتالي يكون منخفض الهيدروليك جريد لاين في هذا المقطع، في مقطع واحد. هنا الضغط عالي بمقطع اثنين لأنه السرعة قليلة، وبالتالي صعد عند الهيدروليك جريد لاين أو اقترب من التوتال انيرجي لاين. شوف اقترب من التوتال انيرجي لاين في من خط الطاقة الكلي. نجي على هاي الملاحظة، يقول لك في حالة أن مقطع الأنبوب يزيد، يعني إذا زاد عندي القطر فإن السرعة تقل، اكيد انه السرعه راح تقل. وبما ان التوتال انرجي لاين افقي، هذا التوتال انرجي لاين افقي موازي للديتم لاين، طبعا التوتال انرجي لاين موازي للديتم لاين في حاله الايديال فلود، وبالتالي فان الهيدروليك جريد لاين يزيد تدريجيا. هذا في حاله انه الانبوب متغير القطر. اما في حاله انه المقطع الانبوب ثابت، يعني الاقطار ثابته بمقطع واحد واثنين، فإن السرعة تظل ثابتة، السرعة تبقى ثابتة بمقطع واحد ومقطع اثنين،
وبالتالي انه التوتال انيرجي لاين يكون افقي. نفس الكلام انه الهيدروليك جريد لاين ايضا يكون افقي وموازي للتوتال انيرجي لاين، هذا فقط في حالة انه الاقطار متساوية بمقطع واحد واثنين، يعني يكون الهيدروليك جريد لاين يوازي التوتال انيرجي لاين وبنفس الوقت يوازي الديتم لاين، هذا في حالة الايديال فلود والاقطار ثابتة. اما في حالة الاقطار متغيرة، توتال انيرجي لاين يوازي الديتم لاين في حالة الايديال فلود، والهيدروليك جريد لاين لا يوازي التوتال انيرجي لاين ولا يوازي الديتم لاين، هذا ايضا في حالة الايديال فلود بهذا الشكل. شوف بهذا الشكل نجي ناخذ انبوب متغير الاقطار، يعني متكون من عدة قطع متغيرة بالأقطار، يعني مرة القطر يقل مرة يزداد مرة يرجع يقل مرة ثانية وإلى آخره. شوف التوتال انيرجي لاين ثابت، هذا بالايديال فلود، أكرر بالايديال فلود المائع المثالي، يعني ماكو خسائر ماكو احتكاك ماكو لزوجة، هذا عند الديتم لاين. شوف ديتم لاين وهذا التوتال انيرجي لاين، ديتم لاين يوازي التوتال انيرجي لاين، المتغير منه الهيدروليك جريد لاين، شوف هذا الخط المنقط هذا هو الهيدروليك جريد لاين، يتغير بناء على تغير الضغط والسرعة، يتغير بناء على تغير الضغط والسرعة. وتغير الضغط والسرعة جاي منين؟ جاي من تغير قطر الأنبوب. يعني شوف هنا، شوف هذا مقطع واحد الضغط عالي لأنه قطر كبير والسرعة قليلة، يتحرك أفقي الهيدروليك جريد لاين موازي للتوتال انيرجي لاين، بهاي النقطة شوف تغير عندي القطر صار أقل، زادت السرعة قل الضغط، معناته صار عندي هبوط بالهيدروليك جريد لاين، صار عندي هبوط بالهيدروليك جريد لاين. ليش؟ لأنه قل الضغط وزادت السرعة، بناء على شنو؟ بناء على تقليل القطر في هذه المنطقة. يبقى شوف الهيدروليك جريد لاين أفقي يوازي التوتال انيرجي لاين أفقي إلى أن وصل لهاي النقطة، شوف صار عندي قل القطر بعد أكثر وبالتالي زادت السرعة وقل الضغط أكثر، صار عندي هبوط دروب بالهيدروليك جريد لاين، وأيضا يستمر هذا الدروب بشكل أفقي، وبالتالي جيت على منطقة بها القطر صار عندي تغير فجائي بالقطر، ازداد القطر بشكل أكبر وبالتالي قلت السرعة زاد الضغط عندي، شوف صعد عندي الهيدروليك جريد لاين، من يقل القطر يصير عندي دروب نزول بالهيدروليك جريد لاين، من يزداد القطر لا يصير عندي صعود بالهيدروليك جريد لاين ويستمر إلى آخره إلى نهاية السيستم أو الأنبوب. في حالة أن مقطع الأنبوب يضيق فجأة فإن السرعة تزيد فجأة فيقل الهيدروليك فجأة الهيدروليك جريد لاين فجأة، والعكس صحيح، هاي طبعا خليها ببالك هاي الملاحظة. عندي هنا مثال عن الهيدروليك جريد لاين، عندي هذا أنبوب طبعا أنبوب معقوف بهذا الشكل، أنبوب عندي عدة نقاط، نقطة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، شوف الهيدروليك جريد لاين هذا الهيدروليك جريد لاين عندي مقطع واحد، لأنه النقطة صايرة تحت الهيدروليك جريد لاين معناتها الضغط موجب، الضغط موجب، إذا كانت النقطة تحت الهيدروليك جريد لاين الضغط موجب، إذا كانت النقطة أو الهيدروليك جريد لاين يمر في النقطة في نقطة معينة معناتها الضغط صفر، شوف الضغط صفر وشحنة الضغط صفر، إذا كانت النقطة واقعة فوق الهيدروليك جريد لاين معناتها الضغط بالسالب، الضغط بالسالب. هاي شوف نفس الحالة، نقطة أربعة هي نفس الحالة مع نقطة اثنين أيضا الضغط صفر، رجع عندي صار الضغط بالموجب، ليش؟ لأنه النقطة صارت تحت الهيدروليك جريد لاين. أرجع على هذا التعريف مع الهيدروليك جريد لاين، شوف هو الخط الذي يمر بالأماكن التي عندها الضغط يساوي صفر، شوف هذا الضغط صفر هذا الضغط صفر وهذا عند الهيدروليك جريد لاين يمر بالنقاط اللي يكون بها الضغط يساوي صفر. مخلص الكلام انه كل نقطة تحت الهيدروليك جريد لاين هي الضغط موجب بها، النقطة الواقعة على الهيدروليك جريد لاين معناتها شنو؟ معناتها الضغط صفر، معناتها ماكو جريان، ضغط صفر، والنقطة الواقعة فوق الهيدروليك جريد لاين هو الضغط بالسالب. هذا خلاصة طبعا للكلام اللي حكينا، انه
هيدروليك جريد لاين اباف بايبس سنتر لاين هاف بوزيتيف بريشر.